تحياتي. مؤثرون عالميون في قطاع الهايتك، مستثمرون ومهندسون رياديون، طلاب جامعيون واعدين يجتمعون لمناقشة واقع الهايتك في المجتمع العربي وأبرز الصعوبات، وهي كثيرة، التي تواجه المبادر العربي في المجال. كل هذا سيكون تحت مظلة مؤتمر حاسوب في دورته الثالثة. أن نكون من السباقين ومن البارزين في مقدمة المشهد التكنولوجي في البلاد والعالم هو الهدف، وعليه لا بد من التعمق بواقع حال المجتمع العربي ومدى جهوزيته وإمكانياته لتطوير هذا الحقل. الوعي تجاه هذا المجال يحقق ارتفاعا واتساعا في الرؤية، وبات الميل نحو التخصص في مجالات علوم الحاسوب يخول العديدين من الشباب العربي بترشح الاحتلال مكانة بارزة في صدارة العالم الريادي. سنة بعد سنة ترسخ الرسالة التي تهدف إلى تحويل مجتمعنا من مستهلك رقمي إلى منتج. اليوم رتبنا عددا من الحواريات من خلال برنامج مكثف نثير خلاله النقاش حول أهم المحاور في هذا المجال. مدراء شركات عالمية، مخترعين، مبادرين ومبادرات، طلاب وطالبات وأصحاب الخبرات المختلفة، جميعهم يجتمعون تحت سقف إلكتروني واحد ترعاه جمعية حاسوب لخلق مساحة تواكب تطورات مجال الاستثمار التقني في المجتمع العربي، وتعمل على طرح إشكالات هذا المجال أمام أبناء مجتمعنا. خلال الدورتين السابقتين كنا نلتقيكم بشكل وجاهي، يكون الحوار والتشبيك مباشرا كما كل علاقاتنا ما قبل عام الوباء، لكن الملائمة أو التلاؤم وفق الظروف شرط أساس حتى نستمر. وعليه ما كان نقاشنا حول أهمية تحقق الدورة الثالثة للمؤتمر، إنما تمحور النقاش حول كيف يمكن أن نحقق ذلك وبأي شكل. واليوم تحققت هذه الرؤية، واجتمعنا من خلال المنصة الرقمية مع برنامج عمل مطول سيشمل محاضرات وحوارات وتجارب ومشاركة خبرات وجوائز تقديرية لمبادرين ومبادرات ستتعرفون عليهم خلال اليوم. على كل مثل الكثر، كما تعرفون، يعني الكثير منكم يعرفون أن جزء من عمل حاسوب يعتمد على المبادرين والمبادرات من جيل الشباب، ولكن هدف عمل حاسوب الأساسي هو بناء أرضية لعلاقات وتشبيك كل ما هو حول عالم ريادة الأعمال. في حاسوب نسعى من خلال أكثر من مشروع أن نشجع المبادرات الريادية في بلدات المجتمع العربي. حاسوب كراج كنموذج، هذه المبادرة الموجودة فعليا في عرعرة ولا تزال مستمرة بنشاطها. بالإضافة إلى هذا، لا يمكن أن نتجاهل عملنا في كل ما يتعلق بتطوير أدوات المهنيين والمهنيات المبادرين والمبادرات بهذا المجال من خلال عدة طرق وأساليب، من ضمنها العمل على بناء مجموعات وتطويرها بمسار عمل مهني وواضح. بالإضافة لكل ما سبق، أحد أهم أدوات عمل حاسوب يتلخص في التواصل والعمل أمام مستثمرين في البلاد ومن كبرى الشركات حول العالم، وأن نساهم بشكل فعال في تشبيك علاقات تحمل أثراً في مجال تطوير عالم ريادة الأعمال في المجتمع العربي. البداية ستكون مع كلمة افتتاحية يلقيها رئيس مجلس إدارة جمعية حاسوب ومسؤول ملف كورونا بالمجتمع العربي الأستاذ أيمن سيف. مرحباً للجميع وأهلاً وسهلاً فيكم بالمؤتمر السنوي لجمعية حاسوب. جمعية حاسوب هي واحدة من أهم المؤسسات والجمعيات بالمجتمع العربي والبلاد. العمل اللي بتكون فيه الجمعية مهم جدا لتطوير المنطقة، بل كمان لتطوير الاقتصاد في المجتمع العربي كله، وبالذات في هاي الفترة. هاي الفترة صحيح مليئة بالمصاعب والتحديات، ولكنها أيضا مليئة بفرص، وفرص اللي صعب نعوضها. مش جديد عليكم إنه مجتمعنا العربي بأغلبيته مش منخرط في مجالات الهايتك، وللأسف هذا القطاع هو قطاع اللي معروف أو ينحصر على اليهود. هاي نقطة ضعف اللي لازم نمحيها. هذا القطاع هو من أهم القطاعات، وعدم انخراطنا فيه بشكل خطر على تطورنا الاقتصادي. المستقبل هناك، مش بس المستقبل، كمان الحاضر. جائحة الكورونا كانت محفز عشان نغير حالنا لتغييرات اللي بتصير في سوق العمل، بجهاز التربية والتعليم، بالجامعات وبالكليات. منشوف في كثير مبادرين وشباب من العرب عندهم أفكار كثير خلاقة، مبادرات بمجالات التكنولوجيا، وجمعية حاسوب قادرة على فتح الفرص وتمهيد الطرق لهم من خلال برامجها ومشاريعها، لحتى يحولوا هاي المبادرات إلى شركات ومشاريع اقتصادية اللي بتعود بالفائدة الاقتصادية على مجتمعنا العربي. شركات ستارت اب وريادة الأعمال مش حكر على المجتمع اليهودي، في مجتمعنا العربي قدرات كامنة، حاسوب قادرة أن تحولها إلى واقع.
أتمنى للجميع مؤتمر مفيد ومثمر وقدما وإلى الأمام، ويعطيكم ألف عافية. الأستاذ أيمن سيف شكرا جزيلا. بعد شوي رح نجتمع في حوارية ونتعمق أيضا في أهم المحاور المتعلقة في عالم ريادة الأعمال بمجتمعنا العربي. إذن الواقع الجديد هو العنوان الرئيسي لمؤتمرنا هالسنة. واقع كنا نتخيل حدوثه مستقبلا، لكن 2020 ما أعطتنا أي خيار آخر، ووجدنا أنفسنا أمام واقع مغاير تماما عن الروتين العادي ما قبل انتشار الجائحة. هذا الواقع بالرغم من إيجابياته مليان تحديات وصعوبات، خاصة في المجتمع العربي، وكل مجتمع آخر يعاني التهميش والحاجة للتطوير. ورغم سلبياته العميقة إلا أنه خلق مساحة لامتحان قدرتنا على الصمود المناكفة والاستمرار أيضا. سنة غير قابلة للنسيان عشناها في 2020، ولا شك أنه تداعياتها خلقت نيو نورمال إحنا ملزمين بالتلاؤم معه والعمل على تطويره. الكلمة الترحيبية لمؤتمرنا بدورته الثالثة بيقدمها الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في حاسوب ربيع زيود. شكرا مصطفى، وأهلا وسهلا فيكم في مؤتمر حاسوب للسنة الثالثة على التوالي. أنا كثير كثير كنت بحب أشوفكم كلياتكم معنا هون. كثير كثير مستغرب أني عم بحكي لكاميرا مش لجمهور اللي فيه مئات من الناس اللي مهتمة بكل عالم ريادة الأعمال والتكنولوجيا زي ما تعودنا بكل سنة. بس زي ما حكوا قبل استاذ ايمن ومصطفى، السنه ما كان سؤال اذا رح نعمل المؤتمر ولا لا، السؤال كان كيف رح نعمل المؤتمر. وهيانا احنا اليوم معكم عم بنبث من هون لكل العالم بهدف انه عن جد نورجي شو الطاقات الكامنه بمجتمعنا، شو قدرنا ننجز خلال هاي السنه اللي كان فيها كثير صعوبات وتحديات، بس ما منعتنا احنا بحاسوب وجمهور الهدف اللي بنشتغل معه من انه نتقدم نلائم حالنا للواقع الجديد للنيو نورمال وعن جد ننتج. وهاي الفرص دائما لما في جائحه او في ازمات بتنولد معها الفرص. وبهاي المرحله احنا كمجتمع عربي مش لازم نقبل نكون بالخلف، انما لازم ناخذ هاي الفرصه نشوف وين في مجال نبتكر ونكون سباقين ونكون بالمقدمه. اهلا وسهلا فيكم بمؤتمر حاسوب للسنه الثالثه على التوالي. اليوم راح يكون معنا يوم جدا طويل ملان برياديين، مستثمرين، طلاب جامعات، واللي راح يشاركوكم من خبراتهم وكيف عن جد راح يكون هذا الواقع الجديد. اهلا وسهلا فيكم، وبتامل تنبسطوا معنا اليوم.